شيبة عمل بوليميك كبيرة البارح بإعلانه عن إصدار كتابه الحي روح. شيبة دعا الناس للحضور نهار الجمعة 9 فيفري الأربعاء بفضاء مكتبة الكتاب في ميتشويلفيل. برهان بسيس هو من سيقدم هذا الكتاب، والبوليميك ولات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكون نور شيبة باش يكتب، وعلاش هالتطاول هذا على كل شيء حتى على الكتابة. وقريت دي ستاتيو يوجعوا معناها للأمانة، حتى بهم الناس عندها مدخول وناس، ولكن ما نعرفش حاب ناخذ رأيكم. من حقه يعمل كتاب، عاش تجربة صعيبة إنسانيا، ما ينجم يشك في هذا حتى حد. نبدأ بك أنت نقيب. والله الحقيقة توا واحد يقول، والمشكلة سامحني نقيب، الناس اللي نقدت ما قراتش الكتاب. يا سيدي بكشي فاجئنا نور شيبة، ما نعرفش أنا ما كتبتش كتير. نقيب، أنا متيقن اللي قال الكلام هذا ماهوش قاعد يقرأ، معناتها تاع حسين وعبد البياتي وفهمت، ومعناه وسميح القاسم ومدري شنو، بربي نقصونا من الحكاية هذه. أما خير يعمل كتاب يكتب فيه أغاني، ولو هو ما هوش شاعر غنائي نقولوها، أما كتاب عمل محاولة فيها أغاني كل شيء، فهمني، خير من اللي يعمل حاجة أخرى مقرفة من اللي قاعدين نتفرجوا فيها كل شيء، معناتها حاجات تفايس. خلينا نشوفوا مع ساعة علاش ديما يقصوا يد السارق قبل ما يسرق. يا أخي احنا ريناه الكتاب، رينا توا العنوان كوفرتور، فهمني، إذا واحد يحكم على كتاب من الكوفرتور بتاعه اسمح خلنا نقرأه ومن بعد نشوفه. هو باش يحكي على تجربته السجنية، باش يحكي على الفترة اللي قضاها في السجن، كما قال لي توا محمود ريفليكسيون، ينجم يكون كتاب وفما شكون عاونه في الكتابة، معناه شد كاتب واحد يعرف يكتب حكي له هو الأفكار والآخر ساقه بالطريقة متاعه. سندريلا، مجموعة غنائية ماهوش كتاب، معناه رواية ولا قصة، مجموعة غنائية يعني نجم تكون أغاني، مجموعة من الأغاني كتبهم في السجن، حطهم لمهم وحطهم في كتاب اللي كتبهم هو موجود قابع في السجن. اليوم به نقولوا احنا نور شيبة، انا مانيش قاضي ولا قاضية باش نحكم على نور شيبة، قولوا نور شيبة غلط، هيا نور شيبة غلط ودخل السجن ومازال ما تحكمش وخلص، شنو نحكم عليه بالاعدام؟ يعني ما عادش يعيش، ما عادش يمارس حياته، ما يغنيش، ما يكتبش، هو حر يعمل ليش يحب. علاش انتوما تردوا رواحكم قضاة في الدنيا وتحكموا على الناس وتوليوا انتوما تقولوا هذا اللي يصلح وهذا اللي ما يصلحش، وهذا باهي وهذا خايب، وهذا نسامحوه وهذا نعدموه؟ كل واحد ينجم، في أي واحد فينا ينجم يغلط في حياته، ينجم يعمل غلطة ولا اثنين، فما ساعة ربي من فوق هو اللي يحكم على الناس، وفما قاضي هو زاد اللي يحكم في الدنيا، دونك ما نصبوش رواحنا كلنا قضاة ونحكموا على الناس. ومش فما، مش كل واحد ينجم يغلط، كل واحد فينا غلط وقاعد يغلط وباش يغلط لولا ستر رب العالمين. حاتم بالحاج، رايك حاتم؟ بكري نحن نحكيو على شكون يبدل العقليات. اون برانسيب في مجتمع سليم اللي يبدل العقليات هو الناس ما تسمى بالنخبة. نحن مع الأسف، وهذا يمكن أنا زادة معناها مساهم في الغلطة هذية، عنا نخبة ما تعرف تكين تعطي الدروس وتسبك. النخبة اللي عنا تحكم عليك، أنت عندك حق تكتب، أنت عندك الحق تكون شاعر، أنت فيلمك واحد وشيخين ببعضهم. أقول لك حاجة، هاو يمكن باش يتغشوا مني كما يقول الحاج، يتغشوا مني برشا من الناس. أنا بعد ساعات نقرأ أصحابي اللي أنا عندي ثقة فيهم واللي خدمت معهم، ممثلين محترمين كتاب مسرحيين، بعد ساعات يشكروا لي مسرحي ورس رفيق ندخل مرتين وما نفهمهاش، معناه كان أنا بالباجاج اللي عندي بالباجراوند اللي عندي ما نفهمهاش، سيكو ماهيش باش توصل. يا خويك باش توصل لأربعة من الناس، أعملها في دارك. واحد شوف واحد عنده جنينة وعرض له غادي. والبارح هذاك الإحساس اللي عندي أنا واحد من الناس، مثلا نور شيبة، معناها مانيش باش نمشي بالذمة المكتبة نشري كتاب نتاع نور شيبة، معناها مش اون إيدي غوسو، معناها نعرف أن نقرا له ستاتويات ونعرف الغنايات نتاعهم، أنا جو بريفير مثلا نوع آخر من الكتاب. أما من حقه السيد يكتب، من نجلدوه. شكون اللي عنده المونوبول نتاع الكتابة ومتاع الثقافة في أهل البلاد هذي؟ معاك 100% في اللي قلته في علاقة بالنخبة، ونفس اللي حكيته أنت صار لي أكثر من مرة، يستدعاوك ويحشموك وتدخل ما تفهم حتى شيء. نقول أنا المثقف جدا، معناه إذا كان ما فهمتش بلا تواضع، التواضع يمشي على سقيه. لا نحكي سيري بالحق، قول عبيد احنا دخلنا ما فهمناش،
مواطن عادي متاكد انه ما يفهم حتى شيء، عملوا كلوب على رواحكم، نظروا فيه واعملوا مسرحيه. وجرب انت قول المسرحيه ما فهمتيش، طب ولي سيء خرجوك من المله. احنا المشكله بتاعنا، المشكله بتاعنا قاعده تاريخيه، انه النخب السياسيه تعتقد انه ادب السجون يحتقروه كان اليسار. من جيلبير نقاش اللي كتبك اليسار الى اخره، حتى الوقت اللي بعض الاسلاميين خرجوا بعض الكتب اللي ينقدوا فيها النظام وقتها وينقدوا، واللي تعرضوا له اللي يرحمه، نذكر انا احمد المناعي الله يرحمه، لو سوبليس تونيزيان كتب، تصير انتقادات وكانه ادب السجون حكر على اليسار. ليه يا ولادي؟ راهو مش المتسيسين بركة يدخلوا للسجون، راهو المواطن العادي اللي تخلى على سيجار واللي تخلى على شيء اللي يعمل كتاب واللي يعمل كتاب، معناتها الناس الكل تمر بهذا، وكل واحد وكيفاش يحب يعبر عليه. رفيق انا نقول راهو برشا غنيات مزيانين خرجوا كتبوهم في الحبس، كتبوا في الحبوسات. جهلا يا حب اسمعني، سمولك شعار تكتبوا خرجوا ومكتوبين في الحبس. بعد الأخبار نرجع نكملوا معاكم آخر 30 دقيقة في حلقتنا لليوم.